السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم من جديد، عدنا والعود أحمد. بعد ما نزلنا العقاب بلاكولانيا، الآن الموديل اللي عملناه لايف توب دو توب لو بانتالون لارج دوبلو كلاش. انا خيطت معاكم كلش، انا مزلت لكم الدرس لايف على باج تاعي تيوري النظري، واليوم عملت لكم التطبيق اللي هو عملته بلا كولور في الكري. عملت لكم لو با فقط لو بوتي، عملتهم بعد وحدي باش ندير الطقم كامل. بون، شوفوا لو بانتالون تاعنا دوبل لارج او دوبل كلاش، شوفوا الشكل تاعو كم هو جميل وانيق. كي تعودي لبسيتو ما يبانش جوغ دو بانتالون، تعودي لبسيتو يبان ان جوب كلاش، لكن كي تعودي تمشي بطبيعة الحال راح تبان الخياطة تاعك. ها هو ستان بانتالون، شوفوا الشكل تاعو، هذا هو الشكل النهائي تاع البانتالون تاعنا، لي فورش تاعو لو بانتالون كامل. ها هو. اذا حبيباتي هذا هو الدرس اللي عملته لكم قبالة لايف، شوفوا الشكل النهائي تاع البانتالون كيف ما جا، شوفوا الوسع تاعو في لوبا، شوفوا الخياطة تاعو، خياطة الجو هنا لي كوتي كنا عندنا لو ميليو سون كوتور، ما عندناش خياطه، الخياطه راح تكون في لي فورش دوفون ودو، وتكون ما بين الساقين هنا الخياطه. ها هي خياطه لهنا ما بين الساقين فقط. وبعد طلعنا عملنا لا سينتور، عملنا لاستيك استانو بور غارنيتور، وانا زدت لكم لو وباه يولي طقم متكامل. اذا حبيباتي بكل فخر هذا هو البونطالون دوبل كلاش اللي درته لكم، والناس كامل طلبته والناس كامل هبل عليه، جاء جميل جدا وانيق ما شاء الله، شكله جاء تحفه. انا هذا راح نخليه للصيف لان خدمته بالبيزو كوتون، دوكا مش وقت البيزو كوتون. زدت له هذاك البودي تقدري تلبسيه كيما هكا، طرحت له عليه بس تاكا وتخرجي، راح يجيك انيق جدا 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 جدا، ما يوريلك ني لا استاذ، ما يوريلك ني لي فيس ني لي انش ني ريان دي تو. اللي يشوف يقول لك كي لابسه جوب، هو سي با ان جوب سي ان بانطالون دوبل كلاش. شوفوا الشكل تاعه واناقته، انا طقمته يعني زدت له لو او تاعه ولا ان انسامبل ما نحكي لهمش. واو 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 واو، جاء توب دو توب، توجور تصميم وتنفيذ نعيم نانو عليا كرياسيون اتولي نانو، لو كور بار لو موديليست نانو عليا. اذا حبيباتي نتمنى انه الدرس كان في متناول الجميع، كان سهل كان شيق كان جميل، يعني سهلت لكم الى اقصى درجه. شوفوا لا فينيسيون تاع الخدمه تاعنا، شوفوا لو بانطالون، شوفوا الشكل تاعو كم هو جميل كم هو انيق. شوفوا بون بيان سور درنا لوغلي، اخي قلت لكم دوك ندير لوغلي، ها هي لوغلي تاعي لابورد 1 سنتيمتر، درت السورفيلاج ودرت لوغلي حددته، هذا هو الشكل النهائي تاعو. شوفوا شكله، شوفوا كم هو جميل. ها هي الشقة تاع البنطلون دكاغ، ها هي سي با ان جوب سي ان بنطلون. إذن هذا هو البنط اللي عامل ضجة كبيرة 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 في مواقع التواصل الاجتماعي، وناس كامل قاعدة تطلب فيه. بون حبيباتي نتمنى انه يكون عجبكم، نتمنى انه الدرس كان شيق وجميل. اذا حبيباتي من هذا المنبر نعلن ان راح نفتتح دوره في الالبسه الجاهزه، اللي حابه تسجل مرحبا بها، التسجيلات مفتوحه الى غايه ما نكملوا لو نومبر تاع الجروب تاعنا، راح ما نقعدوش نقولوا السمانه الجايه تنتهي، راح نلموا النومبر سبيسيال سوا ديزون، راح نحلوا سيكسيون فيها 15 متربصه، لازم نلموا ال 15 متربصه هذيك تاكا. بون حبيباتي بقى لي كليكم، شكرا لكم على الدعم على المحبه، نتمنى ان يكون عجبكم الدرس انكم استفدتم منه، وهذا هو الشكل الاخير والنهائي للدرس تاعي. تمنياتي لكم بالتوفيق، ونتمنى اني كنت معاكم في المستوى المطلوب. شكرا لكم حبيباتي، بالتوفيق ان شاء الله. كنتم في اتولينا مع شفتكم النانو، شكرا لكم. شوفوا لا فينيسيون تاع لاستيك، شوفوا لو با الكوتور تاعنا، هنا عندنا ميليو سون كوتور كيما قلت لكم، خياطه غير في ما بين الساقين فقط. اذا شكرا لكم، الى الملتقى القريب، احبكم في الله، استاذتكم نانو علي، شكرا لكم.